أعظم ستة كنوز مفقودة في العالم، غرفة وصفت بعجيبة الدنيا الثانية، كنوز فشلت 300 حملة في تحديد موقعها، تابوت مقدس مفقود لا يقدر بثمن، ثروة هائلة دفنها الفراعنة لكن اللصوص نهبوها. فما حكاية أعظم ستة كنوز مفقودة في العالم؟ على مر التاريخ تعرضت الآثار الهامة حول العالم للسرقة، لكن الكثير منها لا يزال مفقوداً حتى يومنا هذا. البداية من غرفة كهرمان في قصر الإمبراطورة كاترين، وصفها من رآها بأنها العجيبة الثامنة من عجائب الدنيا. الغرفة ذات 11 قدماً تتكون من ألواح جدارية مطعمة بأطنان من أحجار الكهرمان. حين وجه أدولف هتلر آلة الحرب النازية تجاه روسيا، حاول حراس الغرفة نقلها، إلا أن النازيين استولوا عليها وعرضوها بقلعة كونينغسبيرغ. لكن مع استسلام كونينغسبيرغ لم يعثر على الكنز الأسطوري. من روسيا إلى إسبانيا، تحديداً في عام 1520، محاولة كسر الإسباني لإمبراطورية الأزتيك في المكسيك وصلت ذروتها. أمر إمبراطورو مونتيزوما رجاله بتعبئة الكنوز استعداداً للفرار، غير أن الأزتيك انقضوا عليه. تمكن الإمبراطور وبعض رجاله من الفرار وعادوا بعد عام للأخذ بثأرهم. حينها دفن سكان المدينة ما تبقى من الكنوز في البحيرة لتظل مخبأة تحت الوحل. هذا ليس كل شيء. عام 1718 اعترض القرصان بلاك بيرد سفن الإسبان المحملة بالذهب والفضة، إلا أنه لم يهنأ بها. قطع الملازم روبرت ماينرد رأسه وعلقه على صار سفينته. حاول صائدو الكنوز تتبع مكان كنز القرصان لكن دون جدوى. عام 1820 كانت مدينة ليما بالبيرو على شفا حفرة من اندلاع ثورة. قرر والي المدينة نقل ثروتها العظيمة إلى المكسيك. ملأت الكنوز 11 سفينة سلمت إلى الكابتن ويليام تومسون. بمجرد أن توغلت السفن في البحر، قطع تومسون رقاب الحراس البيروفيين، توجه إلى جزر كوكوس قرب أستراليا حيث يزعم أنه دفن الكنز. اتفق مع رجاله على التفرق حتى تهدأ الأوضاع، غير أن السفينة تم احتجازها. أعدم جميع أفراد الطاقم باستثناء تومسون ومساعده الأول. أرشد الثنائي الإسبان إلى مكان الكنز للنجاة بحياتهما. اصطحبا الإسبان إلى جزر كوكوس ثم هربا إلى الأدغال للأبد. حاولت أكثر من 300 حملة تحديد موقع كنوز ليما دون فائدة. قائمة الكنوز المفقودة لم تخلو من حضارة المصريين القدماء، فبالرغم من توالي الاكتشافات الأثرية وأبرزها مقبرة توت بوادي الملوك، نشط لصوص المقابر في نهبها على مر القرون، ليظل اختفاء ثروة الفراعنة المدفونة في وادي الملوك لغزاً محيراً. من مقابر الفراعنة إلى تابوت العهد، صنع التابوت المرصع بالذهب من خشب السند ليؤدي وظيفة السجل المقدس. عام 607 قبل الميلاد استولى البابليون على القدس، المدينة التي احتضنت التابوت الذي اختفى للأبد. ترى هل تعثر الأجيال القادمة على أي من تلك الكنوز؟